أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له
تكبيرا. صدق الله.